كاملين بصباحنا غير وبعض الأسئلة الخاصة بوزارة التربية. نرمين، صحيح زينب، وصلنا لمحطتنا التالية. ضيفتنا لليوم هي غالية على قلوبنا وقلوب كثير من التربويين، دائما بنشوفها ضمن العملية التربوية. بيسعدنا أكيد نرحب بالدكتورة ريما زكريا، وهي مديرة المكتب الصحفي في وزارة التربية. يسعد صباحك دكتورة. صباح. أهلا. يسعد صباحك دكتورة. يعني خلينا نحكي شوي عن هيك، كيف كانت دراستك؟ كيف وصلتي لمديرة مكتب صحفي بوزارة التربية؟ كنت تطمحي لهالشي؟ حسيتي انك رح توصلي لهذا المنصب، وخاصة انت الدينامو بوزارة التربية؟ خلينا نقول. يسعد صباحكم. هلا بالنسبة لي انا كنت حاصلة، درست كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها. كنت بحب التدريس، بحب يعني ساوي شيء لاقي نتيجة عملي فيما بعد. حصلت على دبلوم تأهيل تربوي، درست دبلوم تخطيط دراسات عليا، بعدين درست الماجستير والدكتوراه بعد ما قدمت مسابقة تدريس. لكن بأثناء عملي كمان درست بالجامعة بكلية التربية، كنت أعطي طلاب عملي، دربت طلاب ماجستير، حكمت بعد رسائل عن طريق التعليم الافتراضي رسائل دكتوراه. بس يعني كنت اطمح انه بدي شيء عملي. لما انعرض علي انه على المكتب الصحفي، حبيت العمل. قالوا لي في منه شغل، يعني العمل بالمكتب الصحفي هو في جزئين، جزء انه انت تكوني مرآة حقيقيه للعالم برا، يعني تكوني مثل جسر تواصل بين العالم وبين الوزارة. الشغلة الثانية كمان كان ضموا لنا مكتب شكاوي، كمان لما بتحققي شيء بتشعري انه في شيء ملتزم. وبرجع بقول انه اللغة العربية هي، يعني لما بيقولوا اللغة العربية هي ام اللغات، احنا من فترة على فكرة احتفلنا بيوم اللغة الام ويوم اللغة صحيح. العربية فعلا اللغة العربية بتعطيكي دافع لتنجزي شيء بطريقة سلسة وجذابة وتعبري عما اللي بيدور بداخلك. دكتورة، حضرتك تقريبا 26 سنة بالمكتب الصحفي، دائما طبيعة هيك عمل بتكون محاطة بكثير يمكن من الضغوطات والصعوبات ويمكن المعوقات. خلينا نحكي عن فترة عملك، يعني خصوصا تعاقب كثير من وزراء التربية خلال هذه الفترة. هلا أهم شيء إنه نحن عملنا غير مرتبط إنه المكتب الصحفي، أهم شيء الشخص اللي عم يشتغل بالمكتب الصحفي بده يكون معه فريق عمل متكامل. الأمر الثاني إنه هو عم يشتغل ضمن مؤسسة ولا مرتبط بوزير محدد، والحمد لله هي بحمد الله إنه نعمة كبيرة إنه دائما عم يتالى وزراء كانوا بيحبوا الإعلام. فكانت أهم شيء أي تغطية إعلامية نحن بنروح للحدث قبل فترة محددة، بنحيط بالحدث لحتى نكون جاهزين بأثناء الحدث، يكون الخبر جاهز للنشر. هي النقطة الأساسية. بس هون لعبت دور إنه اللغة العربية هي بتساعدني على الصياغة اللغوية بسرعة قدر الإمكان خالية من الأخطاء. بس كمان الواحد القراءة الأولى والقراءة الثانية بيضل الواحد الخبر وكأنه الولد اللي أنت يعني أنجزتيه، فكل بدك تتلقي أي معلومات والصلح، يعني ما يتفرد الواحد برأيه. الخبر لما بده ينزل بطريقة النتيجة النهائية بده يكون يعني 100 100. أكيد. طب خبرينا، بما أنه ذكرتي شق من الشكاوي، الشكاوي عن مكتب الشكاوي، وخاصة نعرف كلية التربية فيها كثير من المراجعين، فيها كثير من الاعتراضات على الامتحانات، فيها بعض الاستفسارات ممكن تكون أحيانا ما بتكون مفهومة كشكوى، ممكن يكون يعني فيها لغط معين. كيف عم تتعاملوا مع الشكاوي للمواطنين، وهل إلى حل؟ هلأ الشكاوي ممكن تجيكي عن طريق النت، ممكن تجيكي شخصي، ممكن تجيكي انه شخص يجي لعندك على المكتب. بس اهم شيء المصداقيه. هلا في شيء بيقول لك انه راس الهرم التربوي لما بيعطيك الصلاحيه المطلقه وهو واثق انك انت عم تعالجي، هذا سبيل اساسي للنجاح. هلا مثلا لنفرض انت قراتي شيء، اجاكي اتصال
فمباشرة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ممكن تحوليها للجهة المعنية مباشرة، ما تنتظري أمور المراسلات المكتبية اللي ممكن. هلا أنا بلاحظ أحيانا أنا بورد للوزير شكوى إن شاء الله الساعة 12 ما بيرد، لكن أنا بتفاجأ الشخص الثاني ثاني نهار عم يتصل فيني ويتشكرني إنه تعالجت. مديريات التربيه لما بتجيكي شكوى على مديريات التربيه، انا يعني كمان هي دعوه للمواطنين انه مديريات التربيه بالمحافظات هي وزارات تربيه مصغره وفي مكاتب صحفيه وهي جاهزه لاستلام الشكاوي على مدى 24 ساعه. يعني ما بظن انه حدا بيقصر. احيانا في شكاوي مركزيه بتتحول من المديريات التربيه لعنا على الوزاره كمان بتتعالج. هلا نحن عندنا كمان مديريات الاداره المركزيه كمان جاهزه بتتلقى الشكاوي. يعني انا يعني من اكثر من سنتين او ثلاث سنين ما عدنا استعملنا المراسلات الا نادرا، كلها على الواتساب على الماسنجر على التليجرام، يعني اسرع بكثير. لحتى شكاوي المدارس، والله انا احيانا بتذكر، هلا بذكر لك بعض مديريات التربيه مجرد ما حولن الشكوى بيكون مدير التربيه ثاني نهار متابع ميداني للشكوى وتعالجت. يعني لو رد لحتى في انه احيانا اذا الشكوى ما تعالجت يعني او في امر معين بدي اتصل اعتذر انه الشكوى، بتقولي لا انحلت وتعالجت. كمان انا بهي كمان بقولها يعني كمان المكاتب الصحفيه والله عم يشتغلوا، ونحن مربوطين ضمن دارة مغلقة كمان مع مديريات بالمكاتب الصحفية، كمان أي أمر لما بدنا نعممه أو أي تعميم أو أي شيء كمان بيرجع بيقولوا. أحيانا لا يمنع في بعض شائعات بتنزل، في أحيانا في صفحات مغرضة بدهم ينزلوا الشائعات اللي بتنزل وخاصة على وسائل التواصل. هلا في أحيانا بعض صفحات تاخذ مثلا صفحة غير رسمية، يعني صفحة غير صحيحة عن صفحة وزارة التربية، بس في ناس اعلاميين نضاف بيتصلوا فيك بيقولوا لك هل هذا الخبر صحيح؟ لانه الخبر لما بينزل يعني لا تتوقعي خلال دقائق بيتعمم، واذا معلومه بدهم يشتغلوا باي جهه بينشروها لصفحه كاذبه وبتاخذ النتائج. ففي اعلاميين كثير رائعين وفي اعلاميين نضاف، يعني في القلم النظيف لا يخلو لا زال بيتواصل معك بيقول لك هي دكتوره في شيء معين، هو بي 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 يعني ببادر مبادره وهو بيكذب الخبر. في عنا كثير اعلاميين نضاف وانا هي بحييهم، هدول متواجدين بوزاره الاعلام. مره يعني كنا بمهمه خبر عم نغطي ماده معينه باحدى المدارس، والله بيجيني اتصال من وزاره الاعلام من الصفحه الرسميه بيقول لي دكتوره في خبر منزل هيك هيك، فاخذ على التليفون ونزل هذه الصفحه غير صحيحه والرابط الحقيقي للصفحه الرسميه هو هيك. يعني قديش لما نحن بحاجه لنتكاتف مع بعضنا البعض، وزارات الدوله كمان المكاتب الصحفيه كمان نحن متواصلين معها ضمن جروب معين، كمان لما بيكون عندهم شيء أنا لقيت شيء لوزارة معينة هن لقوا شيء كمان منتبادل هذا الشيء. يعني التعاون والتكاتف، لحنا بزمن استثنائي بحاجة لتكاتف الجهود جميعا لحتى نكون إيد واحدة لنعطي الإعلام الصحيح والصادق ونكون صورة ومرآة صادقة لما يجري على الأرض الواقع. نعم هذا واجبنا كلياتنا. وبدنا نرجع لموضوع الصفحة، بدي أسأل سؤال، في صفحة رسمية على الفيسبوك لوزارة التربية؟ نعم في صفحة رسمية وفي موقع رسمي. في موقع رسمي، لانه من فتره كمان كان في صفحه وعندها عدد متابعين كثير كبير عم تنزل محتوى فينا نسميه لا يليق يمكن بصفحه رسميه لوزاره التربيه، فهذا تنويه انه هي معنا الصفحه المعتمده الرسميه. قلت لك انه تكاتف وزاره الاعلام لما بيجيكي ناس من خارج وزارتك وتكون معك وتدعم مسيرتك كمان هذا بيقوي عملك. تمام. خلينا نحكي قديش اليوم انتم متابعين لمواضيع السوشيال ميديا، كثير بنشوف حالات تربويه ممكن تكون حالات عنف او حالات تنمر يمكن على بعض الاساتذه، وبنلاقي بعد خلال فتره قصيره انتم تابعتوها وحليتوها يمكن، او فينا نقول اعطيتوا الوجهه او الرؤيه الرسميه لوزاره التربيه. قديش متابعين المواقع التواصل الاجتماعي؟ هلا في بالمكتب، يعني في بالمكتب بفريق العمل متابع، لحتى فريق بالمكاتب الصحفيه بالمحافظات متابع، فنحن على مدار 24 ساعة بيبعتوا لي بيبسوا لي انه في حالات،
فبنفس النهار ان شاء الله يعني وحده تنتين بتنبعث. فالسيد الوزير مباشره مثل اخر حاله اللي صارت لبعض انسات بمدرسه بقطنه يعني الفيديو اللي انبس كان عم يجهزوا لاحتفاليه معينه، ففي حدا له غايه معينه من 3 سنوات هذا الفيديو صار، فبسوا لحتى يصير البلبله انه ليكو في انسه اساءت للعمليه التربويه مباشره يعني عوقبت. في صارت عندنا حاله لما احنا استقدمنا بعض متلازمه داون الطلاب الاشخاص اللي اخذوا مراكز قياديه بالوزاره. صحيح فترة. يعني انا بقمه في الطيبه، قمه في السلوك الحسن. لما اجى طالب يعني اجت يعني مريض بمتلازمه داون قعد على المكتب، قعد حكى، يعني هي مثل توجيه نداء للاخرين انه اللي عنده مثل هالحالات هدول قوه لا يستهان فيها، فينا نحن نستفاد منهم، فينا نحن نوجههم ليكونوا اعضاء نافعين بالمجتمع. يعني نحن ما نخجل من واقعنا، ما نخبي حالنا وراء اصبعتنا. هدول الاطفال يعني المرضى اللي عم تستقطبهم الرياضات الخاصه، وبرجع بقول انه سيده الياسمين هي الداعم الاساسي لمثل هيك 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 فئات وهيك شخصيات. قديش هي بتعطي صوره راقيه انه سوريا غنيه بابنائها، ونحن يعني ايد بايد معا. اكيد. يعني هلا بما انه عم نحكي عن يمكن الاطفال وعن المستجدات اللي عم دائما عم تصير بوزاره التربيه، كثير شفنا قرارات مؤخرا من وزاره التربيه بما يخص مثلا طرح المنهاج ب للمتسربين من المدارس، مثلا رفع طبيعه العمل للمدرسين بسبب طبيعه عملهم الصعبه. كثير من هاي القرارات، كيف كيفية دراسة القرارات؟ هل يؤخذ بعين الاعتبار أيضا بعض يمكن العوائق اللي عم تصيب المدرسين لإصدار قرارات جماعية تخدم الشريحة الكاملة؟ هلا منهاج الفئة بتعرفي إنه وضع البلد لما مر على البلد ظروف وما عانته من إرهاب وويلات، فكتير ناس تهجرت. صحيح. فمنهاج الفئة ب لوزارة التربية مع بعض المنظمات الدولية ارتأت إنه لحنا عنا قوة لا يستهان فيها من اللي تركوا المدرسة، فكنا نظمنا حملة إعلامية طبعا مع مناهج انه طالب كل سنتين بسنه، واخر فتره هلا انه عملوا لهم بطاقه تحديد مستوى. حلو. بيتحدد مستوى الطالب وبيلتحق بالصف اللي بيناسبه، والعام الدراسي مع بدايه العام الدراسي بينتهي. فهي كثير كانت فكره حلوه. عندنا مشروع منهاج التعلم الذاتي. في نحن هلا عم نشتغل على التعلم عن بعد والمدارس الافتراضيه. يعني الظروف اللي مرت فيها البلد كانت الوزاره مواكبه لهالظروف، ولحتى يعني ازمه كورونا، فهدول الامور كلها هي اللي دفعت الوزاره انه تتناسب مع الواقع الحالي. لا تتصوري انه كانت محافظه دير الزور هي اول محافظه قدرت تستقطب اكبر عدد ممكن من تلاميذ الفئه ب. يعني هي بالعكس هي خطوه جباره. يعني مو لاني انا من وزاره التربيه، ترفع الوزاره لها القبعه على هذا الانجاز اللي انجزته، وكمان كرمت من فترة يمكن 10 أيام التلاميذ اللي حصلوا على يمكن فوق 200 أو شيء معين اللي قدروا يتجاوزوا منهاج الفئة ب ودخلوا المدرسة التعليم الثانوي. حلو كتير. يعني هذا كله تشجيع. أكيد صحيح. خلينا هيك نستفاد من وجود حضرتك معنا لليوم ونحكي شوية أرقام إذا في أو إحصائيات موجودة نشغل عليها خلال الفترة الماضية، أو إذا ممكن نحكي عن أولويات وتوجه الوزارة اليوم بخطتها ب 2022. هلا أهم شيء عندنا في يعني في مشاريع كثير أنجزتها الوزارة. المدارس الافتراضية
في كمان عندنا مثل ما قلت منهاج الفئة ب. هلا نحن عم نشتغل هلا من يومين سووا اختبار لطلاب السابع والثامن بمدارس المتفوقين للتدريب على الروبوتيك من اجل يجهزون للمسابقه اللي عم تقوم فيها هيئة التميز والإبداع للمشاركة بالمسابقات العربية والدولية. في عندنا مشاريع استعدوا للالتحاق بالمدرسة اللي عم يستقبلوا الطلاب بسن الخمس سنوات في بعض المدارس. شو عم نشتغل كمان؟ في خطة أنجزتها الوزارة وأطلقتها من محافظة حمص، خطة لثلاث سنوات قادمة ومع إمكانية التبديل في حال طرأت أي مستجدات. شو عنا كمان؟ يعني هلأ ما خاطر عبالي في يعني في مشاريع كثير عم تشتغل عليها الوزارة. في القانون التفعيل الاستثمار بالمدارس المهنية اللي فيه لحنا عملنا التقينا مع مدير جمعية خطوة مشان تصنيع الأطراف الاصطناعية. مبارحة كان عنا مغترب إجا قدم 10 لابتوبات. كمان تبحث مع الوزير أنه إمكانية تحويل ورشات المدارس المهنية لحتى يرفدهم بالمواد الأولية والطاقة الشمسية أو مولدات كهربائية باستقطاب اليد العاملة وإنتاج، وحسب هذا قانون الاستثمار أنه يساعد يعود ريع الإنتاج للطالب والمدرس. في عنا كمان آخر مرة لما طلع السيد الوزير على مدارس دوما نتيجة ملاحظته أنه قالوا ما في كهرباء، فمباشرة وجه مديرية التعليم المهني معاون الوزير طلعوا ركبوا ألواح طاقة شمسية مباشرة الطلاب ومعلمين الحرف مشان مددوا لحتى يسرعوا يحركوا تفعيل الورشات المهنية الصناعية. نعم. ممكن في سؤال دائما بتنسألوا انه عنا تطوير المناهج او تغيير المناهج، وخاصة انه نحن بتعرفي عنا شهادات اساسية، كل الاهالي يمكن بيسألوا عن اذا رح يتغير المنهاج، هل في خطة لتغيير او تطوير مناهج معينة للسنة القادمة او قريبا؟ هلا بظن هذا الامر في مركز مختص، المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، هو بيدرس يعني بيدرس الواقع، بيعدل، بيحط أي منهاج لما بده ينعرض كان ينعرض بشكل تجريبي، يتجرب ببعض محافظات، ينحط على موقع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، يطلب من الأهالي من الطلاب من الأطر التدريسية إنه مين عندكم ملاحظة، أي منهاج لا يعمم إلا بعد ما يستقطبوا آراء أولياء الأمور الطلاب الأطر التدريسية من خلال الموقع، يجرب في بعض محافظات ثم يعمم. فهلأ حاليا أنا بعتقد أنا بالنسبة لي يعني على معلوماتي حاليا هلأ في طور عم يجهز، ما بعرف يعني ما فيني افتي بشي، في مركز محدد هو اللي بيفتي بهيك شي يعني بيعطي. نعم. المعلمين بسوريا ما فينا نقول غير يعطيهم ألف عافية، عم يتحملوا ظروف كتير صعبة عم تمرق على كل السوريين، ولكن مطلوب منهم يقوموا بمهام كتير كبيرة. اليوم رسالة ممكن توجهيها لكل التربويين بسوريا. هلا أنا بشكل عام بتمنى إنه اللي ما عنده دافع داخلي للعطاء للمحبة ليعطي بمحبة وبود، يكون خير مثال للسوري، يكون ايد بايد ليبني بلده، ما في قوه تحركه. المجتمع الاهلي، انا بحيي المجتمع الاهلي انه هلا نحن صرنا واعيين، المجتمع الاهلي عم يكون مساند للعمليه التربويه. فانا بدعي جميع الناس بما فيهم الاطر الاداريه، الاطر التربويه، العمل بمحبه وود. صحيح الظروف الاقتصادية، أنا ما حبيع وطنية، الظروف الاقتصادية هي عم تطحن الشخص وكلياتنا، بس لحنا كلياتنا بدنا نكون إيد واحدة. لحنا مرينا بأزمة والأزمة انتهت بإذن الله، لكن لحنا بدنا نكون إيد واحدة لأنه هلأ هي عقابيل الأزمة، فلحنا بدنا نكون إيد واحدة، والأزمة الاقتصادية ما بتأثر علينا بإذن الله، بدنا نكون إيد واحدة خلف قيادتنا الحكيمة سيادة الرئيس بشار الأسد، اللي كنا ولازلنا يقولوا إنه لحنا عايشين ببلد، بلده الأولى وبلده الثانية سوريا الأسد، فلحنا إيد بإيد لنعمر ونرجع مثل ما كنا.
أكيد كل الشكر لكم كمكتب صحفي وأيضا لكل العاملين بوزارة التربية، ونتمنى فعلا أنه هيك دائما يكون في مشاركات مع الناس والمعلمين، لأنه فعلا القرارات الأخيرة هي قرارات يعني ترفع لها القبعة مثل ما بيقولوا. يعطيكم ألف عافية. وفي حابة أقول شغلة، أنه نحن الوزارة بشخصية السيد الوزير بتشجع المبادرات، بتشجع المشاريع، التكريم هي انه لما الشخص لما بيكرمه كمان هذا بتعطي حافز انه انت عندك شيء. نحن هلا عندنا مهرجان صغار كبار، يعني عرس مو طبيعي لما بتشوفي المدارس، لما بتشوفي الابناء كيف عم يقدموا، ظهرت عندنا مواهب مو طبيعيه. نحن الوزاره حتستقطبها، حتوجهها للمسار الصحيح. نحن بنأكد انه مو بس العلم، نحن بنبني شخصيه، بنبني مهارات، بنبني قدرات، بنركز على الرياضه، بنركز على الفنون، مو بس العلم. لما بيكون بتبني شخصيه الانسان المتوازن هو اللي بيساهم في العلم. يعطيك العافيه. دكتوره ريما زكريا مديره المكتب الصحفي بوزاره التربيه، نورتي صباحنا لليوم. يسعدك. شكرا كثير.